اهلا بيكم من جديد، لسه معاكم في حديث القاهره، وفقرتنا دي هنبتديها بجوله لاهم الموضوعات الاكثر قراءه في الصحف والمواقع الخبريه. اول خبر هنبتدي بيه معاكم النهارده هو الخبر اللي نشرته CNN، هو بالفعل خبر حزين، ويمكن هو متابعه لشيء كنا بنحكي عنه امبارح، الاعياد. كل سنه وانتم طيبين. في بيت لحم في القدس اكيد بيبقى ليها طابع مختلف، لكن السنة دي شوارعها أصبحت شبه مهجورة مع احتدام الحرب في غزة، إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد فعلياً في بيت لحم. وده طبعاً جزء منه كبير هو تضامن من كل المقيمين في القدس، مسيحيين ومسلمين، مع ما يحدث في غزة والجرائم التي تحدث بحق إخوانهم اللي موجودين هناك. الخبر الرياضي هو اللي تصدر المشهد في اليوم السابع الأكثر قراءة، وعنوانه الزمالك يجهز القسط الأول من غرامة سبورتينج لشبونة تمهيدا لحل أزمة القيد. وطبعا كان الموضوع متعلق باللاعب شيكابالا، وإن القسط الأولاني من هذه الغرامة الزمالك جهزه علشان يبعته، وهو القسط الأول من الغرامة اللي موجودة عليهم بسبب شيكابالا. بوابة الأهرام الخبر الأكثر قراءة فيها كان في قسم الحوادث، وليه علاقة بكشف ملابسات فيديو قيام شخص بإطلاق النار نحو سيدات لترهيبهن بقنا. طبعا احنا هنحاول ناخد تفاصيل أكتر للخبر ده النهاردة، لكن اللي كان موجود داخل نص الخبر حتى الآن وما نشر إن في ست استعانت بحد إن هو يجي يحميها في البيت عشان الناس بتعتدي عليها وعايزة تاخد منها البيت، وبعد ما طلبت منه انه يمشي هو اللي اطلق النار عليها وتصور الفيديو ده علشان يخوفها وما يمشيش من البيت. احنا طبعا هنتحقق من ده النهارده اذا كنتم من اللي وقعتوا في اسر الميلاتونين. الخبر ده على BBC عربي هو الاكثر قراءه، وعنوانه ماذا يحدث عند تناول كمية كبيرة من الميلاتونين. طبعا في ناس كتير جدا بتلجأ له، وهو هرمون اسمه هرمون الظلام، المفترض ان الجسم بيفرزه بالليل علشان الناس تقدر تنام. الناس اللي بتعاني من قلة النوم او الارق بيلجأوا له، لكن في بعض الاخبار بتقول انه كميات كبيرة منه ممكن توصل لحد الوفاة، فانتبهوا، وياريت اللي بيلجأ له زينا يراجع الطبيب، وانا شخصيا من اول الناس اللي هراجع الطبيب. سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية كاتب كبير جدا في النيويورك تايمز وهو توماس فريدمان، كتب مقال كبير وفي دعوة لإسرائيل بيقول فيها آن الأوان لأن تنسحب إسرائيل وتقدم هذا العرض لحماس. إيه هو العرض؟ هو إنها تنسحب وهترجع وتدي المكان لأهله في مقابل إن هم هياخدوا الأسرى بتوعهم ويقف حمام الدم إلى هذا الحد، وموضوع الأسرى الفلسطينيين في سجون حماس هيتم التفاوض عليها. ده كان من أهم الأخبار على سكاي نيوز عربية. طيب شفتوا الخبر ده في مطروح؟ طبعا موقع تليجراف في بثه التجريبي كان عليه إقبال كبير جدا، والخبر ده كان من أهم الأخبار اللي شهدت دخول الناس عليها. هو ضبط شخص بمطروح حاول غسل 125 مليون جنيه من تجارة المخدرات. وتفاصيل الخبر إن أجهزة الأمن في مطروح قدرت تقبض على شخص بعد ما تتبعت ان هو دفع ما يقرب من 125 مليون جنيه في عقارات متفرقة علشان يحاول يغطي على مصدر هذه الفلوس اللي جاية من تجارة المخدرات، وقبضوا عليه بالفعل وبعد ما تتبعوا كل الأشياء اللي بيعملها. وده طبعا خبر يعني يدعو للسرور بالمتابعات الأمنية اللي احنا شايفينها. اوه السرور اكتمل النهاردة من بوابة مصر، بيقول إن بدء صرف رواتب الموظفين بالدولة عن شهر ديسمبر من اليوم، الناس اللي هتصرف مرتباتها بالإضافة لعلاوة غلاء المعيشة اللي هتنزل مع المرتب من النهاردة إن شاء الله هيتم الصرف. ده طبعا كان خبر عليه إقبال كبير. امبارح حكينا لكم على جدنا الكبير رمسيس والصور
اللي خرجت بعد مقام فريق من ليفربول من العلماء الكبار بتحليل جسمه وتغيير طبعا الموميا بتاعته علشان يقدروا يوصلوا لأقرب شكل ليه، كانت ملامحه مصرية جدا. النهاردة العلماء أعلنوا عن بناء وجه بابا نويل، بابا نويل زي ما بيتقال الحقيقي، هو شخصية حقيقية طبعا، سانتا كلوز الشهير ببابا نويل أو القديس اللي كان عنده حكاية كبيرة جدا وهي أقرب للأساطير لأنه هو عاش في أكتر من بلد، وبالمناسبة من ضمن البلاد اللي عاش فيها كانت مصر وكانت فلسطين، هو القديس نيكولاس. وطبعا يعني بعد ما قاموا بتحليل الموميا بتاعته وصلوا لأقرب الجمجمة تحديدا أقرب شكل ليه هو اللي موجود في الصورة اللي قدامنا دي. طيب من هنا لهذا الخبر، القبض على البلوجر وفاء عزت. وفاء عزت أثارت أقاويل كبيرة جدا، الناس كلها كانت بتتكلم على الفيديوهات بتاعتها الفاضحة اللي بتحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وبيكون فيها تجاوزات كتيرة جدا. وبعد القبض عليها الناس انتبهت لإيه تفاصيل اللي وراء عملية القبض دي. احنا هنا كفريق البرنامج مع زمايلنا في الإعداد حاولوا يوصلوا للأكاونت بتاعها الأصلي علشان نشوف ايه آخر التفاصيل اللي موجودة فيه وايه الأخبار، لكن تخيلوا ان احنا ما لقيناش اي دليل على الاكاونت بتاعها الاصلي. الموضوع وراء ايه وايه هي تفاصيل القبض عليها، التهمه اللي بتواجهها هنعرفها بتفاصيل اكتر من ضيفنا على زوم الاستاذ فتحي سليمان مدير تحرير القاهره 24 ومحرر شؤون وزاره الداخليه. يا اهلا بيك معانا يا استاذ فتحي. اهلا بحضرتك استاذه كريمه واهلا بجميع الساده المشاهدين وفريق الاعداد القوي جدا. تصور ان انا في البدايه عايزه ابارك لك على الجائزه اللي اخذتوها، تستاهلوها جدا يعني، الف مبروك، مجهوداتكم كبيره جدا الحقيقه استاذ فتحي. طيب الحادثه اللي قدامنا حادثه ليها تفاصيل كتير، لو ممكن تبدا معايا بالتفاصيل، تفاصيل القبض على البلوجر وفاء كانت ايه؟ خليني اقول لحضرتك الاول ان وفاء عزت سيد هي يعني ضمن قائمة طويلة جدا بتواجهها وزارة الداخلية في لتطهير المجتمع من الفيديوهات المخلة والفيديوهات التي تتنافى وتتجافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري. شفنا قائمة كبيرة جدا تم القبض عليها خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا، بدأت بحنين حسام ومؤدل أتهم وشيري وزمردة، وحضرتك عرضت في البرنامج ده كل اخبار هؤلاء واللي تم القبض عليهم خلال فترات سابقه، ومنهم من صدر ضده احكام قضائيه ومنهم من قضى عقوبات وخرج من السجن، اخرهم سلمى الشيمي اللي خرجت اخر حاجه بالبراءه بعد الحكم بسنتين. وفاء عزت ضمن هذه القائمه التي تنشر هذه الفيديوهات المخله واللي بتتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع على السوشيال ميديا، اما على تيك توك او انستجرام او فيسبوك او يوتيوب، طبعا بحثا عن الثراء وبحثا عن المكسب وبحثا عن الشهره وبحثا عن الترند، بيبتذلوا في خلال نشر هذه الفيديوهات. وطبعا يتم اكيد حضرتك طبعا بتيجي وتعمل سكرول بعض هذه الفيديوهات المخله والتي طبعا تتنافى مع كل قيم وعادات وتقاليد المجتمع. هي بشعه الحقيقه، انا لقيت فيديو واحد يعني الحقيقه يعني موضوع وفاء عزت بمجرد تم نشره، انا حاولت ادور انا كمان مع زمايلنا لقيت فيديو واحد هو الاكثر انتشارا اللي وقع قدامي، ده مش تابع للاكونت بتاعها الاصلي، وانا الحقيقه ما تصورتش ان دي الفاظ ممكن حد يقولها ولا دي تصرفات، دي انا مش عايز اقول انها خلعت هدومها في الفيديو يعني قدام الشخص اللي كانت بتشتمه، انا لم اكن اتصور ان الموضوع بيوصل للدرجه دي، دي كارثه. صحيح، دي كارثه فعلا. فيديوهات فيها الفاظ وفيها حركات وفيها ايحاءات وفيها يعني اقرب منها اللي هي فيديوهات اباحيه او فيديوهات بورنو زي ما بنقول. الفيديوهات دي وفاء عزت كانت تنشرها تحت مسمى اكونت الملكه. الملكه طبعا في بلاغات تقدمت بيها بعض المحامين وفي فيديوهات للنشطاء ايضا، لان زي ما في الجانب السلبي في الجانب الايجابي طلبوا بالقبض عليها مرارا وتكرارا. اجهزه الامن في وزاره الداخليه قطاع الشرطه المتخصصه مباحث الاداب رفضوا هذه الفيديوهات وهذه الحركات والايحاءات
طبعا اشتغلوا مع بالتنسيق مع مباحث تكنولوجيا المعلومات، وتم رصد الفيديوهات واماكن بثها والقبض عليها في منطقه اكتوبر تحديدا في حدائق اكتوبر، وتحريز 3 هواتف محموله. تم طبعا تحريز هذه الهواتف واصدار قرار من النيابه العامه بحبسها 4 ايام. جددت النهارده النيابه العامه حبسها يعني في نيابه اكتوبر. طب في أي هذه تفاصيل من القضيه التحقيقات وهذه يا أستاذ فتحي؟ في أي تفاصيل من التحقيقات اللي كانت موجودة؟ طبعا هي في البدايه حاولت الانكار وقالت ان هي طبعا مش حساباتها، وان هي يعني كانت فيديوهات تسجل فيديوهات خاصه، وان دي حسابات بتنتحل صفاتها واسمها. لكن لما تم مواجهتها كالعاده يعني الانكار، تم مواجهتها بالحسابات وبالاكونتات وبالاي بي والسيريال والقصص اللي تم ضبطها بيها. في الحقيقه طبعا اعترفت وقالت ان هي طبعا في سبيل جني الارباح والاموال من تيك توك، بتقوم بنشر هذه الفيديوهات القصيره وتعمل تحديات. وفي حاليا في قرار صدر بضبط واحضار لاحد المشتركين مع وفاء عزت، وحاليا تقوم قوه من مباحث الاداب بملاحقته. يعني هو حد شهير معروف للمتابعين، لكن يعني وهو خلينا كان حتى لا مشارك يهرب. بالفيديوهات ولا كان مشارك بايه؟ كان مشارك هو كمان في الفيديوهات كعنصر في الفيديوهات، ولا كان مشارك بالتصوير مثلا وتسهيل المهام بتاعتها بالظبط بالتصوير وتسهيل مهامها واداره الحسابات بتاعتها على تيك توك وعلى فيسبوك. طبعا وفاء عزت تم تجديد حبسها النهارده 15 يوم على ذمه التحقيقات. طبعا تهم كثيره، منها بث فيديوهات من شانها جني الارباح، وبث فيديوهات لمخالفه تخالف وتجافي قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وكمان اداره حسابات على فيسبوك بغرض التربح ونشر عليها فيديوهات اباحيه. بحقيقة وخادشة للحياء وغيرها، وكمان مفسدة للمجتمع الحقيقة. طب احنا في عندنا حاجة غريبة لاحظناها أستاذ فتحي، هو إن زمايلنا هنا في أسرة الإعداد وتحديدا كمان رئيس التحرير الأستاذ شريف دخل علشان يتتبع الأكاونت الأصلي بتاع وفاء، لكن ما لقينالوش أي أثر خالص، لقينا الناس اللي أخدها فيديوهات عنها أو بأسماء مستعارة أو غيرها، لكن ما شفناش الأكاونت الأصلي. هل في أي خبر عن ده عندكم؟ وهل ده ليه معنى في طبعا سير القضية أو غيره؟ طبعا تحياتي الأول للرئيس التحرير الدؤوب الأستاذ شريف أبو نور وكل أسرة التحرير البرنامج المحترمين. في الحقيقة طبعا في أكونت بتاعها مملوك ليها اسمه الملكة، وده ثبت من الاي دي ومن بصمه الكترونيه ومباحث الاداب ان هو ده تدير هذا الاكونت. وطبعا تم توجيه التهمه ليها من خلال النيابه العامه، وبناء عليه تم حبسها على ذمه التحقيقات. طبعا في بعض ممن يتم ضبطهم بينكروا ويتنصلوا من ادارتهم للحسابات، وطبعا هم مش معظمهم بيعملوا حسابات بدون اسمهم، يعني باسماء مستعاره او اسماء وهميه او اسماء طبعا يعني مختلفه عن الاسم الحقيقي، من اللي هي بتروج وتنشر بسرعه وبسهوله الفيديوهات بتاعتهم. فبالتالي طبعا الملكه كان اسم شهير، طلبت ناس كتير جدا بضبطه واحضاره وادينا وصلنا عليه. للنتيجه الحمد لله، ولعل الاشياء دي تكون رادعه بصراحه، يعني رغم ان احنا بنعرض كل اللي بيتعرض ليه البلوجرز اللي بيفسدوا المجتمع بالحاجات اللي احنا بنشوفها دي بغرض التربح، لكن الموضوع بيستمر. طب استاذ فتحي الحقيقه انا عايز اخدك لموضوع تاني في عجاله، لان قلت هتبين التفاصيل منك. الراجل الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا في شخصين او شخص بيحاول يرهب سيدتين بعيره نيريه بيطلقها عليهم امام البيت، فايه التفاصيل بتاعه الخبر ده؟ الفيديو ده كان منتشر جدا في انا تحديدا في مركز شرطه دشنه في انا، في احدى القرى. شخص طبعا ظهر في الفيديو وناس كتير جدا برضه طلبت بالقبض عليه، وفعلا وزاره الداخليه رصدت هذا الفيديو بمجرد انتشاره. هو مشهور اسمه البيه من ذوي الاجرام، من الناس اللي بتقوم بالسطو وعمليات اجراميه، ماسك بندقيه بيرحب سيدتين او عمل سطو على بيت سيده، وطبعا هددها وحاول يطردها من البيت. ده اللي كان ظاهر في الفيديو. وزاره الداخليه حصرت هذا الشخص بعد هروبه الى اماكن الزراعات اليومين اللي فاتوا، ونجحت امبارح مباحث دشنه ومباحث انا والامن العام والامن المركزي بقوه قتاليه مدعومه بمحاصرته في وسط الزراعات والقبض عليه، ثم
يعني تسليمه للنيابه العامه، وكمان ضبط البندقيه بحوزته اللي هدد بها السيدتين، وكان في طبعا تحيه للسيده اللي وقفت. ليه هدد السيدتين؟ السبب الحقيقي ايه؟ السبب الحقيقي هو الحصول على المنزل بتاعهم، كان في طبعا هو في ناس بتعمل من ذوي الاجرام ممكن يهيئ ليه ان هو بحركه زي كده ياخد قرشين ويمشي. هو حاول ان هو في بيوت الصعيد بيبقى عباره عن مش بيت موجود الناس بتقيم فيه، ممكن يكون حوش في مرفق للبيت، فبالتالي هو قعد في الحوش ده وحاول يصبو عليه او يسيطر عليه علشان ياخد قرشين، لان هو دي شغلانته. بمجرد طبعا تصوير الفيديو وانتشاره مين تم اللي صور يا استاذ فتحي؟ هل تعرف مين اللي صور الفيديو؟ اكيد قريبه احدى السيدتين اللي ظهرتين في الفيديو طبعا، لان هي كانت بتصور خلسه، ولان هو كان حاول تهديد السيدتين، وطبعا البيت عليه خلافات وهو وضع ايده على البيت، لكن السيده نجحت. خلينا نحييها ونقول لها برافو عليها، يعني انها صورت ده وكان عندها من الشجاعه انها تعمل ده. مجرد ان احنا ما بنسكتش معناه ان الحق بيرجع. انا بشكرك للتفاصيل الديتالي في الموضوعات كلها استاذ فتحي سليمان، مدير تحرير القاهره 24. شكرا جزيلا، وتحياتنا ليكم ولكل زمايلنا اللي موجودين في القاهره 24. شكرا. شكرا. ده كان متابعة للحادثتين اللي شغلوا الرأي العام على مدار اليوم. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نقابلكم وحوار النهاردة. ما تنسوش، مستنيين تليفوناتكم علشان نتكلم مع بعض. اسألوا وهتلاقوا الإجابة عندنا هنا في حوار حديث القاهرة، إزاي نربي أولادنا وإذا كانوا في فترة المراهقة، أفلام إباحية، إذا كان في سجاير، مخدرات، إذا كان في مشكلات هنعمل إيه؟ مع بعض هنتكلم في ده ونحاول نحل أكبر قدر ممكن من المشكلات مع آراء الخبراء بعد الفاصل.